السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن برنامج ري الفلفل خلال مرحلة التزهير والانتاج. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا في ناس بتتسائل عن برنامج ري الفلفل لما يكون النبات في مرحلة التزهير بالشكل هذا وكذلك العقد او الانتاج بالشكل هذا. مثل ما تلاحظ امامكم ما شاء الله طبعا الازهار بدأت تعقد بالشكل هذا، لاحظنا امامكم. وطبعا ما شاء الله طبعا كامل النباتات بدأت في الانتاج وكذلك التزهير بالشكل هذا، لاحظنا امامكم. فطبعا في المرحلة هذه الري مهم جدا للنبات. وطبعا الري يكون في المرحلة هذه بنروي كل 3 أيام أو كل 4 أيام بنروي ري واحدة، يعني ممنوع الري كل يوم أو يعني الري يكون كل أسبوع، فقط لازم نكتفي بالري كل 3 أيام أو كل 4 أيام. يعني لو لقينا التربة ناشفة بالشكل هذا فلازم نروي النبات. وطبعا كذلك كثرة الري في المرحلة هذه ممكن تسبب في سقوط الأزهار، يعني ممكن نلاحظ إنه النبات بالشكل هذا بدون اي زهرة او اي انتاج، فلازم ننتظم في الري خاصة في المرحلة هذه، لاحظنا منكم. فطبعا احنا ان شاء الله اليوم حنبدأ في ري الفلفل، حضنا منكم ما شاء الله. طبعا هذا الانتاج فقط هذا كان برنامج الري. ان شاء الله احنا حنعتمد برنامج كل 3 أيام بنروي ري، لانه طبعا الحرارة عالية وممكن تؤدي الى تساقط الازهار، فحنحاول ان احنا ان شاء الله نروي كل 3 أيام ري واحدة والري يكون بالغمر، وان شاء الله حنتابع معكم الفلفل خطوة خطوة لغاية ان شاء الله الحصاد، لحظنا منكم. وفي نهاية الحلقة اتمنى تكون عجبتكم، لو عندكم اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات، وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.